اليوم اتصلوا بنا واحد العدد ديال المنخرطين ديالنا ديال الجمعيات، اتصلوا بنا هنا قال لك راه عندنا مشكل الشركه ديال هاد الاشغال ديال الترامواي، جاو كيحفروا باب ديال المحلات كيهرسوهم جيج كما كتشوفوا من خلال التصور، تيهرسوا كاين فين غيدوزوا هاد الناس هادو الزبناء ولا مول المحل فين غيدوز المحل ديالو، كيأدي الواجبات ديالو، تيخلص الضرائب، تيخلص كل شيء، علاه فلا جاو كيهرسوا ليه الجنب ديال المحل. حنا كنا كنشوفوا وسط الطريق كانوا كيحفروا فيه الاشغال كيخليو الناس من يدوزوا، ولكن اللي خلى التجار اليوم يحتجوا جاو دابا واقفين هما كيتجمعوا دابا هنا انهم ما علموهمش وما خلاهمش منين يدوزوا المحل ديالهم، ضح لهم ترى الجنب ديال المحل تهرس الا غدوز طيح. المشكل الثاني انه دابا في الشتاء غطيح الشتاء غتولي هنا ضايع، الماء غادي يدوز المحلات اللي كاين في لاكاف اللي في القيصريه المركب التجاري برجليه قلت لي فيه اكثر من 100 محل، ها مشكل اخر يعني هذا بحال هذه الامور هذه كان على الاقل يعلموا التجار يخدموا نهار الحد، يخدموا بالليل مثلا حتى لحد 12 باش يخليوا راحه للساكنه، يعني كاين الحلول البديله، اما باش يجيو على غفله ويبداو يهرسوا الجنب ديال المحلات بلا ما يخبروا التجار بلا والو، في التاجر هذا يسد يقول له سد يسد يسد في حاله، ها انت كتشوف الا حطوا الاشاره كيحطوا ديال وسط الطريق، ما حطوش بانهم غيهرسوا التريطوار ويحبسوا باب المحلات، راه من خلال الصوره كيبان كل شيء. اشغال ديال الشركه ديال الترامواي هما اللي دايرين هاد الاشغال هادو اللي دابا خدامين في التريطوار اللي كيهرسوا. حلول بديله راه يزيدوا في السوايع يخليوا الممرات من يدوزوا الناس يخدموا نهار لحد مثلا يخدموا مثلا يزيدوا السوايع، راه كاين بعض الازقه انا مثلا الاشغال فيها كاع واقفه بعض الشوارع. مثلا عبد الكريم الخطابي اللي كيخرج هنا لصحة النصر كيتشكاو التجار ديالو مده هو تيكون على اشغال بطيئه باش كتحرك، ماشي كيفاش بداو كيف بداو الاشغال، ولكن النقطه اللي فاضت الماء اليوم هي ملي جا واحد هذا برج الياقوت باب المحلات كيهرسوا فيها ما عندش الناس فين يدوز، ما داروش اليوم الحلول البديله، ما داروش من الولوج الى القيصريه، يعني هذا مشكل وخصوصا في هذه الفتره هذه ديال الشتاء. الاشكال اللي عندنا مع مجلس المدينه هو اننا تنعانيو من هذه الاشغال ديال الترامواي اللي كتهدد الاف ديال التجار، كيف ما انه خربت الاف ديال التجار من قبل، راه المحلات اللي داس عليهم الطروار كلهم راهم شادين، كلهم يعانيو الافلاس، وبالتالي هاد الناس هادو كندوا بهذه الاشغال اللي كتقوم بها بدون استشاره مع الجمعيه ديال اتحاد التجار المهنيين ضرب عمر، وبالتالي هاد الناس المصير ديالهم اشنا من بعد؟ الافلاس، لان ما كاينش كيفاش غادي الزبون يجي يولج المحل التجاري هو بهذه الاشغال هادو، راه لا يعقل. الا الناس هادو عندهم واحد الحب والغيره ديال المنطقه قبل ما يديروا واحد الحاجه يجيو يستشروا مع الناس اهل الميدان لا بغينا حنا كلنا كنبغيو الخير البلاد، ولكن بهذه الطريقه هذه راه هادو راه تيدمروا البلاد، ماشي كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، وحنا كنعيشوا في زمن كورونا والاكراهات والحكومه كتقول لك حنا بغينا نزيدوا بالاقتصاد القدام، وبهذا المنظر هذا راه ما كيجيوش بالاقتصاد البلاد، راه كيدمروا البلاد، لان هاد الناس هادو كيخدموا الاف ديال العاملين واللي وراءهم الالف مؤلفه ديال الشركات حتى هما كيخدموا، واذا شدوا هادو فين غادي يمشيو؟ ومشكل فين كاين هذا ماشي ديال شهر ولا شهر، راه مازيد دابا تقريبا شي 7 شهور والمشكل كاين ومطروح. راه الناس هادو الله يهديهم الا ما بغاوش يديروا معنا حل، راه غادي نديروا شي حوايج اللي هما تصعيديه وما ولا تحمد عقباها.